اليوم بيت سمارت في عنا أكيد خبرية رندا، وفي عنا المسابقة مثل كل تليتة عم نعطيكم سؤال على صفحة الفيسبوك لأم تي في ألايف، وأكيد بتربحوا وجبات من باري لايت. فاليوم رح نرجع نذكر بسؤال، عندكم مهلة لبكرة تتحطوا جوابكم وبكرة نعلن اسم الرابح. بونجور رندا. بونجور تينا، كيفك اليوم؟ كتير منيحة. شو كان السؤال الأسبوع الماضي؟ سؤالنا الأسبوع الماضي اللي هو طول شوي هو عن الفرق بالسكر، أو أي في أكثر سكر، الخوخ المجفف أما التين المجفف؟ نعم. أكيد كل المشاهدين عم يجاوبوا، بعدهم عم يجاوبوا على فيسبوك بيج إم تي في ألايف، على فيسبوك بيج باري لايت هيلث سنتر، وفيسبوك بيج دي سي دي سي رندا دنيا فهد. ونحن بكرة أكيد مثل العادة بنعلن اسم الرابح أما الرابحة اللي بدهم ياخذوا جوائز من باري لايت هيلث سنتر، وبنطلق الكومبيتيشن الجديدة. نعم. شو خبريتنا اليوم؟ تينا السنة بدنا مثل كل سنة، بس كتير كتير بدي ركز واتوجه على الأكل الصحي. فكنا بلشنا حكينا بالأيامات اللي فاتت عن الترندز اللي انطلقوا بال 2015 وهو اللي نحنا ماشيين فيهم، وأكتر شيء التركيز كان على أهمية المشي خصوصا للأشخاص اللي بيقعدوا ساعات كتير طويلة بالأوفيسز. كيف أهمية أنه كل يوم واحد كل ساعة بده يقوم يمشي بالقليلة دقيقتين حتى يكون هالشيء عم يفيده صحيا. الترند الثاني كان على تخفيف الكحول، وعرفنا قديش هي سيئه الاكثار من تناول الكحول، وكان كثير كثير ستريس عليها السنه اللي مرقت. هلا كمان اليوم اللي بدي احكي انه في اثنين ترندز كمان كثير هن هلا ظهروا عم ياخذوا كثير ضجه، هن البهارات سبايسز المختلفه، حتى عم يطلع انواع من البهارات الجديده عم تكون موجوده بالاسواق. اهميه استعمالها لتكون عم تنظف الجسم، اليوم بدي احكي على موضوع التنظيف، وتكون كمان عم تقوي لنا صحتنا. والاكله الثانيه اللي هي بيسك اللي هي البقوليات، العدس، فول، فاصوليا، الحمص اللي نحن عندنا اياهم بكثره. ما من هون مشاهدينا الكرام بدي ارجع على البيسك، الاكل البيسك. يعني احنا عم نسمع بكثير ترندز حوالينا وسمعنا خلال السنين، ولكن اهم اكل هو الاكل البيسك اللي عندنا اياه من حواضر البيت، اكلنا نحن اللبناني. واكلنا اللبناني 100%. يعني اذا بنطلع بالميزه اللبنانيه هالصحون كلها صحية، ما في شيء منه صحي، كلها مليانة خضرة 100%، خضرة والبقوليات اللي عم نحكي عنها والبهارات، الكمون والقرفة ولما هو كله نحن هيدا بنستعمله. هلا تينا كمان في معتقدات خاطئة، هن حبيت اليوم هيك اختار ثلاثة منهم، العالم تخمنهم واو شو هن صحيين ولكن هن منهم صحية. منها مثلا الكينوا تشيبس. اوكي الكينوا شغلة صحية، بس وقتها تحولت لتشيبس، أولا هي تحولت لانطحنت، نشيل منها الألياف اللي هي موجود فيها، فالألياف اللي فيها راحت، البروتينات خفت من الكينوا، ولكن هون كمان انقلت، ونحن بنعرف قديش القلي شغلة سيئة، ونزيد لها ملح، وبنعرف كمان الملح قديش هو سيء، فبعدها هي تشيبس. يعني بالنهايه بدك تقولي انه الكينوا بس عم بيستبدل البطاطا، ولكن البطاطا صحيه كمان 100% 100%. فهون ننتبه، يعني بعدنا نحن عم نشتري تشيبس وعم ناكل تشيبس اللي هو شغله منا صحيه. الشغلة الثانية، أو نحن بنحكي، وأنا أوقات بقول لهم للأشخاص وقت يختاروا السناك اللي عندهم إياها يختاروها بعدد وحدات حرارية معينة، فيمكن نختار 100 كالوري. طب أوقات شخص بيتناول سناك 100 كالوري من لنقول شوكولا اللي مسمى لايت، ومحطوط له ارتفيشال سويتنرز، وما بنعرف من وين هو معمول. فإذا هون اختار الإنسان، ولكن ما اختارها كثير صحية. وشغلة ثانية فيها تكون ما شبعته أبدا، وحس انه هي ما شبعتني وراح اكل اشياء زياده. فهون اختيار السناك ما ضروري لانه اسمها 100 كالوري هي اللي بدنا نختارها، او هي اللي هي منيحه او الصحيه. كل واحد بده يختار شو هو بيريح جسمه، وطبعا هون ارشادات اخصائيه التغذيه بتكون كثير مفيده. ثالث شغله بدي احكي عنها السموذي اللي هي صحيه، ولكن سموذي لمين هي صحيه ووين بدنا ناخذها؟ السموذي اللي هي بتكون مؤلفه من حليب، مؤلفه يمكن بنحط فيها افوكادو، بنحط فيها بينات باتر، بنحط فيها الاوتس، عظيم. يمكن شخص بحاجه لانه ينصح، نحن بنعطيها كسناك بين وقعاته، بنقول له بدك تاخذها لتزيد بالوزن بطريقه صحيه، ولكن انا اذا شخص عم حافظ على وزني او عم بعمل رجيم بقول انه اخذتها هي بين الوقعات
ساعات، لا بدنا ننتبه، هيدي حتى لو صحية ولكن هي مليانة بالوحدات الحرارية. يعني قد ايه هين السموذي الواحد عم يزيد السعرات الحرارية فيها؟ بتوصل إلى 500 سعرة حرارية، أو اللي نحن بلبنان كمان بنقول لهم كوكتيل، كثير أشخاص بيقولوا لي إيه مرقنا أخذنا كوكتيل ومشينا. يعني إذا بتحسبي الكوكتيل اللبناني هلا تعال نحكي بالكوكتيل الموجود بالاسواق، مزبوط، ان كان كله فواكه بس كمان بحطوا سيرول فلاست، يعني كمان بيخلوا سكر او عسل والقشطه والقلوبات، اكزاكتلي. يعني قد ايه بتوصل هيدي الكوبايه؟ الصغيره تقريبا 450 ل 500 وحده حراريه، يعني اكثر من وجبه تقريبا، اكثر من وجبه. فهون واحد اللي عم ياخذها منا غلط، بعدنا عم نحكي انه فيها الموجود فيها هو صحي، نعم، ولكن بدنا نحسب حسابه. ووقتها نحكي على الاشياء المعصوره، انا بقول دائما انتبهوا تشربوا السعرات الحراريه تبعكم اجمالا، كلوها نعم، حسوها كبيرة ولكن تاخذ وقت اكثر ما رح تحسوها كثير كبيرة. فحبيت هيك اليوم القي الضوء على كم خبرية ننتبه لهم مش نكون فايتين بترند فيهم. نعم، لا نرجع على موضوعنا، يلا سو موضوعنا هو الديتوكس. بنرجع شو هو الديتوكس؟ ديتوكس يعني تنظيف الجسم. طب نحن وقت نقول تنظيف الجسم عندنا نوعين من التنظيف، عندنا تنظيف اللي بنحكي انه الكبد، وعندنا تنظيف المصران. هلا اذا بنطلع عالميا وبنقرا قديش في ديتوكس بروجرامات، بنقرا كثير، وهيدي شغله منا جديده، هيدي شغله كان العالم يسافروا على محلات معينه ليكونوا عم ينظفوا لهم مصارين ويتناولوا ويتناولوا اكل معين مع تريتمنت معينه. ولكن هلا الترند صار اكثر دارج فيها، طبعا صار عندنا اشياء لتعمل توكسينز بالجسم، توكسينز يعني الاوساخ بالجسم. فنحن هون الدخان بيعمل توكسينز اللي هو من اول اشياء اللي بتعمل توكسينز بالجسم، عندك الكحول بتعمل توكسينز بالجسم، عندك كمان نحن الاشياء اللي عم ناكلها اللي هي محطوط لها مواد حافظه كمان هي بتعمل توكسينز، عندنا البوليوشن التلوث اللي نحن عايشين فيه، المواد الكيميائيه اللي عم ناخذها، الادويه اللي بناخذها. فهون صار الجسم بطل مثل قبل محدد بالاشياء اللي عم ياخذها، فمعتمد نعم على خلص الكبد نظفها. يعني قد ايه الجسم فعلا عنده هالمقدره انه ينظف حاله بحاله؟ هلا الجسم عنده بالحقيقه عنده المقدره، نحن بدنا نعرف انه الكبد هو قادر ينظف حاله، ولكن نحن اوقات بنخبص اكثر من اللازم، وبطبيعه الحال ثلاث ارباع العالم بتخبص اكثر من اللازم، فهون صار لازم شوي مساعده لإله، والا لو نحن عم ناكل مزبوط، لو نحن عم نتبع هالارشادات اللي عم نحكي عنهم هلا، ما كان في حاجه لانه نكون عم نعمل هالديتوكس، ولكن الجو اللي نحن عايشين فيه حتى ستريس عم يعمل توكسينز بالجسم. طب التخفيف كيف يا رندا؟ لا هلا هون بدي احكي عن كذا موضوع. باول موضوع انه اذا عم نحكي نحن على تناول العصير بس لنعمل ديتوكس للجسم، هلا اللي بدنا نعرفه انه نحن وقت نتناول عصير وعم يعمل ديتوكس للجسم، ليش عم يعمل ديتوكس؟ ليش نحن طالبين ديتوكس؟ هل طالبينه لننظف جسمنا صحيا؟ ديتوكس رح يساعدنا كرمال موضوع الارترايتس، اما موضوع داء المفاصل، بيساعد كرمال فايبروميالجيا، بيساعد شوي لانقاص الوزن، ولكن انا اذا عم بعمل ديتوكس بس حتى اضعف وبس عم بشرب عصير، طبعا انا وقت عم بشرب بس عصير لنهار ويومين وثلاثه وخمسه، العصير بحد ذاته بده يضعفني، ما انا ما عم باكل اكل، ما عم باخذ وحدات حراريه، بعدين قد شربت عصير يمكن اول نهار شربت زياده، ثاني نهار بعدين خلص بدي يصير عم طبيعه الحال جسمي ما بقى يطلب كثير عصير، فرح يصير عم خفف هالشيء، هالشيء هو اللي رح يخليني اكون عم بضعف. فإذا أنا ضعفت هون لأنه خففت أكلي، مش لأنه صار عندي ديتوكسيفيكيشن أو تنظيف للجسم. فهيدي شغلة هون بدي انتبه لها. وقت أنا أضعف من وراء بس إني عم بشرب وما عم بتناول أكل، بالنتيجة في مي اللي هو عم يظهر من جسمي أكثر منه عم روح الدهنيات، وأنا هون بدي انتبه إنه بجسمي وقتها بدي أضعف أول تركيز بدي ركز عليه هو إنه أنا لازم شيل دهن من جسمي. فإذا إنه نتناول عصير على أيامات كثير عادية بس هيك لانه انا سمعت ببيتي بقدر اعصر اعمل هينة عصير، إيه اعصر تفاحه، اعصر ليمونه، اعصر معهم الخضره الخياره هينه، ولكن هون لا، في نظام معين بده يكون عم يتبع. هيدي اول شغله. ثاني شغله كثير عالم بتسالها، طب بركي انا مشيت على هالبروجرام يومين ثلاثه، هل هو بيضرني؟ هل انه ثالث يوم نقصني كثير تغذيه بدي فوت على المستشفى؟ لا اكيد لا، في واحد يعمل هالشيء بضاين منه غلط، ولكن اذا نحن مشيناه حتى هال
العصير بطريقة منظمة. لكن هالعصير بنصير نعصر معه لنقول عم نحكي عن اللوز، بنصير نعصر معه أشياء اللي هي كمان بنقولها it sustains الجسم، بتخليه ضاين، بتخليه ضاين بنهاره، بتعطيه الوحدات الحرارية الكافية وهالطاقة، يعني هي بحاجة لطاقة. اكزاكتلي، بحاجة لطاقة. والمينيموم انه واحد يكون عم ياخذ هالألف وحدة حرارية. فإذا رندا، سؤالي هو الديتوكس بس سائل؟ لا لا، ما في يكون صالح؟ أكيد، لأنه دائما بنسمع الديتوكس كسموذيز. لا 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 لا، هذا اللي بدي أحكيه. أنا اليوم عندنا وقت، يعني بلش بحكي عن السائل. نعم. ولكن مثل ما قلتي أكيد ديتوكس فيه أكل، وهون أنا اللي بدي وصله. فإذا نحن إذا بلشنا بالسائل نهار نهارين وخلص. هلا وليش هالنهارين؟ هالنهارين حتى يحددوا لنا جسمنا ويعودونا إنه نحن أنتوا بلشوا بالأكل اللي هو أكل صحي. إذا أنتوا كنتوا عم تخبصوا قبل، رجعوا على الأكل اللي هو منظم، وفوتوا بهيدي ترند الصحية. بس بتكونوا حسيتوا حالكم لايت لتبلشوا تقدروا تفوتوا فيها بسهولة. أكتريت الوقت من وراء هول السموذيز، يعني كلهم مليانين خضرة وفواكه، في أشخاص بيوصلوا لمرحلة الإسهال 100%، وبيقتنعوا إنه هيدي دليل إنه ماشيين مظبوط. مظبوط، هيدا الشيء لازم يصير؟ هلا هو مش لازم يصير، ولكن نحن وقت عم ناخد هول الديتوكس، وقت عم نحكي على مصارينا شو عم يصير فيهم، هن صحيح عم يتنظف المصران، ولكن كمان في ناس بيصير معهم إسهال، في ناس من وراهم بيصير معهم استفراغ، في ناس بتلعي نفسهم بحسوا نوزييتد. فهون كمان هيدي شغلة بده واحد ينتبه لها، وهيدي شغلة معقول كتير تصير مع العالم. نعم. خلينا نذكر برقم التليفون رندا إذا حدا عنده أي سؤال على 0444444. لكن الإسهال منه دليل إنه نحن عم تنجح عملية الديتوكس. لا، وهلأ اليوم كمان رح نحكي بالتفصيل بهيك. بس دينا ما زالك عم تذكري، انا كمان اليوم بما انه في كثير عالم بعدهم فارسين، بحب ذكر انه انا الاربعاء دائما عم كون بالاشرفيه. صار عندي عياده تحت اللي بحب يكون عم بيزورني، ويتصل على المين اوفيس على 09211387. رح ناخذ اتصال. بونجور ناتالي. بونجور، تفضلي شو سؤالك؟ بليز، انا بدي اسالك، انا عندي انسولين ريزيستنس. انسولين ريزيستنس، ايه، عم باخذ دواء وكل شيء. نزلت الوزن تقريبا، رجعت عم بطلع فجاه مع انه اكلي بعده منظم، وبعدني عم نظم اكلي، عم بيعمل جسمي مثل بلوك. ناتالي، بالانسولين ريزيستنس معك حق، هو صعب الانسان يكون عم يضعف، مشان هيك اوقات كثير الحكمه بيعطوا دواء ليكونوا عم يساعدوا لتنظيم هيدي المشكل، حتى واحد كمان يقدر ينظم جسمه. ولكن هون انت وقتها تكوني عم تضعفي وتكملي ضعف، هالشيء رح يساعد ورح يشيل مشكله الانسولين ريزيستنس. هلا عمل بلوك جسمك لعده اسباب، فيكون عم تتناولي نفس الحميه اللي كنت عم تتناوليها قبل. فاذا نحن ضلينا بنفس الرجيم، اوقات الجسم خصوصا اللي عنده مشكله انسولين ريزيستنس ببطل ينزل، ببطل ينزل. او يمكن صار عندنا مشكله ثانيه اللي هو ما عم نحرك كثير هون، او يمكن مشكله ثالثه اللي واحد ما بينتبه لها، بيكون عم ياكل اشياء معينه مش منتبه انه هيدي عم تساهم. فهون اكيد يعني علاجك انك تروحي عند اخصائي التغذيه، نحن هيدي هي شغلتنا، وهيدا اللي نحن بنقدر 1-to-1 كون عم نشتغل فيه. فما بدي تخافي، رح ترجعي تنزلي، بس يمكن في شيء معين لازم يتغير برجيمك او بطريقه الحركه اللي انت عم تحركي فيها. يمكن تكون عم تعمل رياضه لنقول مشي، ولكن هون صار بدنا نكون عم نعمل انترفلز. اكزاكتلي، فعده اشياء فيها تكون عم تساعد. لأرجع لموضوع تينا، فموضوعي رح انتقل فيه على الشق الثاني اللي هو الأكل. فإذا نحن هون عم ننظف جسمنا، طب شو هو الأكل اللي ممنوع، شو هو الأكل المسموح، وقديش فينا نمشي بهالبروجرام؟ مثل ما قلنا أول شيء، ممنوع خفف بالوحدات الحرارية أقل من 1000. يمكن أشخاص بحاجة لل 1200، أشخاص بحاجة لل 1003، لأنه إذا نحن خففنا كتير وحدات حرارية جسم كتير عم يضعف بسرعة، عم يطلع أوساخ. ما جسم وقت يضعف عم يطلع اوساخ بطبيعه الحال. طب ما هيدا الوسخ، يعني انت زدتي وسخ بجسمك، زدتي توكسينز مش خففتيهم، فهيدي كمان شغله سيئه.
فهون الريجيمات اللي بتقولك انه انتوا عم تعملوا تنظيف للجسم بجمعه رح تضعفوا 65 كيلو. معلش دائما دائما بليز حطوا علامه استفهام. وانا اذا بتلاحظوا ولا مره اللي حتى بيطلع على الفيسبوك بيج عندي اللي بتطلع هون ولا مره انا بقول رح اوعدكم بجمعه 5 كيلو. هيدا شيء ما له مصداقيه، هيدا شيء منه واقع منه صحي. هلا فاذا نحن وقتها بدنا نضعف بطريقه مضبوطه. هلا يمكن الهدف مش دائما انه الواحد ينزل وزنه كمان 100% بدنا ننظف، بدنا ناكل صحي. هي نحن عم ناكل صحي، اللي بحاجه لانه يضعف رح يضعف، رح مزبوط. يعني هذا بحاجه لانه يكون عم ينظف جسمه كمان مشكله فايبروميالجيا مثل ما قلنا او ارترايتس رح يكون كمان عم يستفيد. فهون حسب يمكن المايجرين كثير بيستفيد شخص كمان. من المايجرين بدي رح نكفي حديثنا بعد هالوقفه رندا. لكن موضوعنا ديتوكس، إذا حابين تتصلوا فينا على 0444444. لكن في أشياء مسموح نتناولها بهالفترة وفي أشياء لازم نبتعد عنها. طبعا هلا تينا أول شغلي، ما في إنسان يقول لك عم باكل أكل لنظف جسمي وأنا عم دخن. يعني إنه مش معقول، ما فينا نقول إنه أنا عم نظف جسمي وعايش بستريس كتير قوي. ما هيدا كله بدنا نكون ثابتين بجو معين. فأكيد توقيف الدخان هي أساسيات الديتوكس، الأساسيات. تاني شغلة الكافيين. فكمان الكافيين بدها تكون عم توقف. هلا في عالم اللي ما بيقدروا، بس قد بيكفي الواحد يوقف الكافيين بس بهالفترة ويرجع على عاداته القديمه؟ اكزاكتلي. بيستفيد يعني؟ مفروض هالفتره يعني، وكثير مهمين اسئلتك، انه تكون عم تبلش تحضر الانسان حتى يكون عم يروح على الطريقه المضبوطه. مش يعني الكافيين مش منيح، بعدنا عم نحكينا كثير نحن على قديش بيفيد كمان. ولكن هون التخفيف، عم نحكي عن كميات هون اكيد هيدي الشغله. فاذا هون تخفيف الكافيين، انا اللي ما بيقدر بقول له ضلك تناول فنجانك القهوة الصبح، ولكن ببقية النهار بدنا نحاول انه نكون مبتعدين. ونتجه هلا رح نحكي عن الاشياء اللي لازم ياخذها الواحد، ولكن اتجه بده يرجع على الشاي، خصوصا الشاي اللي الهربلز، يعني اليانسون، النعنع، الزهورات، الجينجر، الاشياء اللي نحن بنغليها بنحط فيها تومريك، بنحط فيها كمومين. اكزاكتلي. فهول اللي نحن بدنا نتجه لهم. هلا الشغله الثالثه الابتعاد عنا، وهون شوفي وين التريك فيها. الشغلة الثالثة هي الأشياء البروسيس طبعا، يعني نحن ما فينا نكون مزبوط عم ناكل أشياء مصنعة، لأنه نحن عم نحاول نبتعد عن الأشياء اللي هي فيها مواد كيميائية أو أشياء حافظة. فهون بده يكون الأكل هو الطازة. هلا ثالث شغله بالديتوكس بتلاحظي في امتناع عن الحليب. هلا وانا قديش بحب انه يكون الحليب كمصدر للكالسيوم عندنا، ولكن بنضطر بوقت معين، والديتوكس باي ذا واي ممنوع يمشي فيه واحد اكثر من اسبوعين، وحتى يكون نظف جسمه وبعدين بيرجع بيمشي ببروجرامه اللي هو صحي المكمل. هلا صحيح نحن بدنا نبتعد عن الحليب. ليش؟ لانه الحليب شوي في دراسات كثيره، مش شوي، بينت انه شوي بيعمل ميوكس، اما البلغم فنحن بنبتعد عنه حتى تنظيف، لا تنظيف هيدا البلغم. هيدي شغله علميا اثبتت. ولكن بنفس الوقت نحن لنعمل ديتوكس للمصران، يعني بدنا نحط بكتيريا جيده بالمصران. نحن بنعرف اللبن هو بيحتوي على البكتيريا الجيده، فنحن صحيح ابتعدنا عن الحليب وكثير من مشتقاته، ولكن اللبن طبعا مش المطبوخ هون هو مصدر ليعطي البكتيريا المنيحه. فاذا شيء نحن بنهار الديتوكس فينا نفوت كوب اللبن باكلنا. الشغلة الثالثة اللي بحكي عنها هو شغلة الجرينز، أما الأشياء اللي بتحتوي جلوتين. مش يعني اللي بيحتوي جلوتين هو شيء سيء للجسم، ولكن في كتير عالم وقت يتناولوا الأكل اللي هو فيه جلوتين شوي بيعملوا نفخة. فبتلاحظوا ببروجرام الديتوكس بيفوت الاكل اللي هو خالي من الجلوتين بس حتى نريح النفخه، مش يعني هو مؤذي لنا، مش هو اللي عمل توكسينز. سو الاسفل عندهم مشكله بهذا الشيء، مضبوط فيهم ياكلوا يتناولوا. ولكن انت وقتها تروحي على بروجرام مثلا، ما بعرف انا رح ارجع احكي عن بيري لايت، يعني احنا عندنا الديتوكس بروجرام اللي هو بنشيل منه الجلوتين، ولكن السبب مش لانه الجلوتين عاطل، ولانه كمان ما فينا نعمل 20 نوع من الاكل. يعني هيدا نحن بدنا نوجه هيدا النوع للاشخاص اللي بدهم ياخذوا. معنا اتصال. الو، صباح الخير. اهلا وسهلا، تفضلي. صباح الخير،
لو سمحتي بدي اسال شو السبب التقرحات اللي بالاثني عشر بتصير، ولانه فتت مستشفى انا بسبب هيك استفراغ. شو صار معك؟ شو صار معك تقرحات؟ قال لي عملت نادور، قال لي عندك تقرحات بالاثني عشر. فبضل عندي وجع معدي قوي وتقل، بحس بمعدتي يعني. نعم، وكيف عم تتعايشي مع هالحاله؟ اعطاها دواء؟ اعطوني دواء وهيك حمايه، بس بحس كثير بتعب بمعدتي كثير. نعم. فبدي اعرف شو الاكل المناسب لهالشيء والاكل اللي بيضرني. نعم، شكرا لاتصالك. بهالحاله الواحد بده يتبع حمية غذائية معينة. طبعا طبعا. هلا ما بعرف قديش التقرحات وين وقديش واصله، هل هن الفيلاي يعني صار فيهم مشكل، ما كثير في يكون عم بعطي لانه حسب الوضع اللي هي موجوده فيه. اذا عم فكر الوضع اللي هي فيه، اذا صاير في التهابات هون بهيدي الفتره ممنوع تناول ابدا ابدا كل شيء بيحتوي الالياف. هلأ بكل شيء بيحتوي الحامض، الحوامض كمان، ولكن بتاني فترة وقتها هي تكون عم تصح لازم نعلي الألياف. فهون عنا كل مرحلة فيك تناولي أكل مختلف عن التاني، ولكن هلأ النصيحة اللي بدي أقولك إياها هو تنظيم الأكل، ما تكوني عم تاكلي وقعات كبيرة، تنظيمهم على ست وقعات. فأفضل أشوف اختصاصي طبعا، والأكل ما يكون لكن كميته كبيرة على وقعة واحدة. وطبعا طبعا الابتعاد عن المقالي، وإذا في عنا وزن زي كمان تخفيف الوزن، هول فيهم يساعدوا. نعم. أكتر شيء. نعم. دواء هو عم يساعد، نبتعد عن كل شيء فيه بهارات وحوامض. نعم. لكن ذكرتي رندا نبتعد عن الدخان، عن الكحول. مزبوط. ونخفف الجلوتين كمان بهالفترة. مزبوط. قلنا الحليب ناخده مصدره هو اللبن. وين دخل اللبن؟ مزبوط. نحن بدنا نبتعد عن الفواكه المجففة، بدنا ناكل بس الطازة، لأنه الفواكه المجففة بتعمل شوية فيرمنتيشن وبينزاد لها كمان نايتريت. نعم. ابتعاد عن السكاكر نهائياً. 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 السكر العادي الطبيعي الأبيض والسكر المحلي. نعم. لأنه هون عم نرجع نفوت شيء اللي هو بنقوله artificial، أكيد منه طبيعي وهيدا شيء ممنوع. نعم. كمان اتصال. ألو 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 بوجور، صباح الخير. بليز بدي شارك. تفضلي. أوكي، كان بدي أسأل بخصوص الكافيين وتأثيره على السلوليت. أوكي أوكي، سؤال في عندي كمان شغلة. تفضل. وبالنسبة للكوكونات شوغر. أوكي. شو الفرق بينه وبين السكر العادي؟ السكر العادي أو كين شوغر whatever. أوكي. وبالنسبة لكمان أنا بستعمل حليب اللوز. أوكي. أوكي. لكن أول شيء كافيين علاقته بالسلوليت؟ أكيد الكافيين من الأشياء اللي نحن قلنا وقت نكون عم نكتر منها صار في توكسينز بالجسم. فإذا وقت يصير في توكسينز بالجسم يعني هالشيء بده بيؤدي للي عنده معرض على السلوليت، رح يؤدي إنه يكتر السلوليت عنده. بعدين الكافيين كترته بيعمل ديهايدريشن، بيدهر المي من الجسم، وقت المي يخف من الجسم أكيد السلوليت رح يزيد. فإذا مضبوط. نعم. كثرة الكافيين بتزيد السلوليت. فإذا اللي عنده هالمشكلة من الأشياء اللي بده يعملها يشرب كتير كتير ماء ويخفف كتير. نعم. الكافيين. الكوكونات شكر، في كتير أشخاص بيبتعدوا عن السكر العادي أنواعه وبيلتجوا للكوكونات شكر كأفضل بديل. شغلة مضبوطة. إذا نحن عم نحكي كين شكر مثل ما سألت متصلة، والكوكونات هن اثنيناتهم جايين من نبات. نعم. فإذا نتيجتهم هي زيتها وهن السكر هو سكر. هلأ الفرق أنه وقت عم تاخذ الكوكونات شوغر هلا عم تاخذيه اورجانيك، عم تاخذيه منه مصنع مثل الكين شوغر، فهو هيدي طريقه التصنيع بس اللي بتفرق. بس انه طريقه جسمنا كيف بيهضمه نفس الشيء؟ نفس الشيء، نفس الشيء، نفس الشيء على الجسم، زيته على الجسم، على الخلايا، على تعلية السكري، هو زيته بالحقيقة. نعم. وحليب اللوز شوي، حليب اللوز عظيم. ولكن أنا مؤخرا سمعت كمان خبرية عن حليب اللوز إنه أفضل يتصنع بالبيت لأنه اللي عم نشتري بالسوق كله مي 100%. مزبوط. يعني نسبة اللوز كتير قليلة بالحليب المشتي بالأسواق. مزبوط. فكل شيء بنرجع. نعم. إذا قادرين نصنع بالبيت هيدي ترند اللي بدي أحكي عنها. بدي أحاول مع الوقت نعملها سوا
شوي رندا. نعمل سوا اشياء نعم. هيك لانه هيدي هي السنه خبريتنا في شيء بدك تنهي فيه؟ بدي انهي فيه انه بدنا ناكل مش ما بدنا ناكل للديتوكس، بدنا ناكل اكل منظم وبليز مش نقرا حيلا ارتكل اما حيلا شيء موجود بالسوق ونكون عم نستعمله، بدكم تشوفوا المصداقيات وهيدا اللي بدنا نعمله بالنتيجه بدنا نحافظ على صحه جسمنا أكيد. هيدا هو الحل ونحن يعني بده يكون واحد عم يشتغل بمحبه وبعطاء وبهمه امر الثاني صح ف هيدا اللي نحن عم نعمله ثانك يو رندا رح ناخذ بريك ومن كافي اي ثينك بي جيت فيت We'll be right back.